مسألة الترجيح أعظم لاعبي كرة القدم ضيعوها، لذلك حتى اللاعبين أصحاب الخبرة في مباراة اليوم سيكونوا تحت ضغط كبير جدا ويحتاجون إلى المحافظة على أعصابهم. أول ركلة سينفذها ليفاندوفسكي. ضاعت الركلة الأولى، ويا له من سيناريو قاسي عليهم الآن. والآن الدور على هاري كين. الله على هذا التصدي هنا، تركيز رائع من حارس المرمى وتصدي مدهش. الركلة الثانية، يلعبها لكنها ضاعت. ثاني اللاعبين المسددين. توقع صحيح من الحارس، كان بالإمكان أفضل مما كان. ثالث منفذي الركلات، ينجح في أن يخدع الحارس يسجل هدف. ثم مع الثالث الآن، يتصدى حارس المرمى للركلة، تألق الحارس في إنقاذ الكرة. الدور على لاعب رابع لتنفيذ الركلة، سيطر على أعصابه وسجل ضربة الجزاء ببراءة. يتقدم رابع لاعب في تنفيذ ركلات الترجيح، يلعبها في الجانب الأيسر، تقدم وسددها بكل ثقة. هذه ركلة جزاء مذهلة، الركلة الخامسة دائما ما تكون مهمة. بالعبوة كانت قريبة جدا من الحارس، سهلة جدا عند حارس المرمى. تير شتيغن عليه منع هذه الركلة من أن تصل إلى شباك، لكي يكون هو النجم، لكي يعيد الأمل لفريقه. يا سلام، ينجح في إنقاذ فريقه، هذه كرة الاطمئنان. يتقدم اللاعب السادس، الله، كرة في منتهى الروعة، خدع الحارس بطريقة بارعة، لعب الكرة في الاتجاه الآخر. بايرن ميونخ يحاول يبقى على حظوظ قائمة الآن. بايرن ميونخ يجب التسجيل من أجل البقاء في المباراة. هدف ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة. كرة التعادل الآن، نتيجة 3-3. يأتي دور الآن بعد تسديد 6 لاعبين. سددها على يسار حارس المرمى، ثقة واضحة عليه، وكرة في منتهى الروعة. بايرن ميونخ يجب التسجيل من أجل البقاء في المباراة. بايرن ميونخ يحاول يبقى على حظوظ قائمة الآن. وسجل، ويستمر فريقه في القتال في المحافظة على أمله. تسديدة في منتهى الروعة، في منتهى القوة، بدا لي أنه مستحيل التصدي لها. يا لها من ثقة، يا لها من إمكانيات، كرة في المرمى. بايرن ميونخ عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. يا سلام، نجح في تسجيلها، ويتنفس زملاء الصعداء. اللاعب التاسع في قائمة اللاعبين منفذين. الحارس توقعها صح، لكن الكرة ذهبت إلى المرمى. بايرن ميونخ يحاول يبقى على حظوظ قائمة الآن. وهدف، ويقفز الجمهور من الفرح. جاء دور الركلة العاشرة، اللاعب العاشر
سيطر على أعصابه وسجل ضربة الجزاء ببراءة. بايرن ميونخ عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. بايرن ميونخ يجب التسجيل من أجل البقاء في المباراة. هدف ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة. اقتربنا من الحسم. اللاعب الحادي عشر ربما تكون له الكلمة الأخيرة. ثقة واضحة عليه وكرة في منتهى الروعة. بايرن ميونخ عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. وسجل ويستمر فريقه في القتال في المحافظة على أمله. ليفاندوفسكي يتقدم لتسديد الركلة الترجيحية، يبدو أنه بثقة عالية. تسديدة في منتهى الروعة، في منتهى القوة، بدا لي أنه مستحيل التصدي لها. بايرن ميونخ يحاول يبقى على حظوظه قائمة الآن. يا سلام، نجح في تسجيلها ويتنفس زملاء الصعداء. لامين يامال يحاول الحفاظ على تركيز الآن من أجل التسديد. تردد الحارس باتخاذ القرار. تقدم وسددها بكل ثقة. هذه ركلة جزاء مذهلة. بايرن ميونخ يجب التسجيل من أجل البقاء في المباراة. هدف ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة. رافينيا يتقدم لتسديد ركلة الترجيح. يا لعيب، لمسة كانت رائعة. الحارس ذهب إلى الزاوية والكرة في الأخرى. بايرن ميونخ يجب التسجيل من أجل البقاء في المباراة. بايرن ميونخ عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. وسجل ويستمر فريقه في القتال في المحافظة على أمله. جافي حان دوره من أجل تسديد الركلة. يا لها من ثقة، يا لها من إمكانيات. كرة في المرمى. بايرن ميونخ يحاول يبقى على حظوظه قائمة الآن. بايرن ميونخ يجب التسجيل من أجل البقاء في المباراة. وهدف ويقفز الجمهور من الفرح. ثقة واضحة عليه وكرة في منتهى الروعة. بيدري يحاول الحفاظ على تركيز الآن من أجل التسديد. بدالي أنه لا يوجد مشاكل عند هذا الحارس. تألق مرة أخرى. تيرشتيغن إذا صدها سيعيد الأمل لفريقه. طموح الفوز لا زال موجود. كبيرة وكان في الميعاد. داني أولمو يتقدم لتسديد الركلة الترجيحية، يبدو أنه بثقة عالية. سيطر على أعصابه وسجل ضربة الجزاء ببراءة. بايرن ميونخ يحاول يبقى على حظوظه قائمة الآن. يا سلام، نجح في تسجيلها ويتنفس زملاء الصعداء. ديونغ يتقدم لتسديد ركلة الترجيح. توقع صحيح من الحارس، كان بالإمكان أفضل مما كان. تسديدة في منتهى الروعة، في منتهى القوة، بدا لي أنه مستحيل التصدي لها. بايرن ميونخ يجب التسجيل من أجل البقاء في المباراة. هدف ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة. والآن الدور على كوندي. يلعبها عالية.
كان مندفع أكثر من اللازم في الأخيرة أهدرها. تير شتيغن هو الأمل الأخير لفريقه إذا صد هذه الركلة وإلا انتهى كل شيء. يا سلام، ينجح في إنقاذ فريقه. هذه كرة الاطمئنان. أراوخو يحاول الحفاظ على تركيزه الآن من أجل التسديد. سيطر على أعصابه وسجل ضربة الجزاء ببراءة. بايرن ميونخ عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. وسجل ويستمر فريقه في القتال في المحافظة على أمله. أليخاندرو بالدي يتقدم لتسديد الركلة الترجيحية، يبدو أنه بثقة عالية. يا لها من ثقة، يا لها من إمكانيات. كرة في المرمى. بايرن ميونخ يحاول يبقى على حظوظه قائمة الآن. يا سلام، نجح في تسجيلها ويتنفس زملاء الصعداء. تير شتيغن يتقدم لتسديد ركلة الترجيح. ضيعها، لعبها ببراعة كبيرة لكن إطار المرمى كان عنده رأي آخر. تير شتيغن إذا صدها سيعيد الأمل لفريقه، طموح الفوز لا زال موجود. فيه مهمة كبيرة وكان في الميعاد. ليفاندوفسكي حان دوره من أجل تسديد الركلة. تقدم وسددها بكل ثقة. هذه ركلة جزاء مذهلة. بايرن ميونخ يجب التسجيل من أجل البقاء في المباراة. بايرن ميونخ يجب التسجيل من أجل البقاء في المباراة. هدف ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة. ثقة واضحة عليه وكرة في منتهى الروعة. لامين يامال يتقدم لتسديد ركلة الترجيح. تسديدة في منتهى الروعة، في منتهى القوة. بدأ لأنه مستحيل التصدي لها. بايرن ميونخ عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. بايرن ميونخ عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. وهدف ويقفز الجمهور من الفرح. يا لها من ثقة، يا لها من إمكانيات. كرة في المرمى. رافينيا يحاول الحفاظ على تركيزه الآن من أجل التسديد. لعبها عالية فوق العارضة. اختار أن يسددها بقوة بدلا من التركيز. تير شتيغن هو الأمل الأخير لفريقه إذا صد هذه الركلة وإلا انتهى. يا سلام، ينجح في إنقاذ فريقه. هذه كرة الاطمئنان. والآن الدور على جافي. سيطر على أعصابه وسجل ضربة الجزاء ببراءة. بايرن ميونخ يحاول يبقى على حظوظه قائمة الآن. بايرن ميونخ يحاول يبقى على حظوظه قائمة الآن. هدف ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة. تقدم وسددها بكل ثقة. هذه ركلة جزاء مذهلة. بيدري يتقدم لتسديد ركلة الترجيح. سددها في منتصف المرمى ونجح في التسجيل. بايرن ميونخ عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. وسجل ويستمر فريقه في القتال في المحافظة على أمله. داني أولمو يتقدم لتسديد الركلة الترجيحية، يبدو أنه بثقة عالية. ينقذها الحارس. يا سلام،
الله على هذا التألق، عندما نقول حارس كألف ينجح في صد الركلة. تيرشتيغن عليه منع هذه الركلة من أن تصل إلى شباك لكي يكون هو النجم لكي يعيد الأمل لفريقه. فيه مهمة كبيرة وكان في الميعاد. ديونغ حان دورة من أجل تسديد الركلة. ضربة مذهلة. بايرن ميونخ يجب التسجيل من أجل البقاء في المباراة. بايرن ميونخ يجب التسجيل من أجل البقاء في المباراة. يا سلام، نجح في تسجيلها ويتنفس زملاء الصعداء. ثقة واضحة عليه وكرة في منتهى الروعة. كوندي يحاول الحفاظ على تركيز الآن من أجل التسديد. يا لها من ثقة، يا لها من إمكانيات. كرة في المرمى. بايرن ميونخ عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. وهدف ويقفز الجمهور من الفرح. أراوخو يتقدم لتسديد ركلة الترجيح. سيطر على أعصابه وسجل ضربة الجزاء ببراءة. بايرن ميونخ يحاول يبقى على حظوظ قائمة الآن. بايرن ميونخ يحاول يبقى على حظوظ قائمة الآن. هدف ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة. والآن الدور على أليخاندرو بالدي. بثقة كبيرة تفوق على حارس المرمى. بايرن ميونخ يجب التسجيل من أجل البقاء في المباراة. وسجل ويستمر فريقه في القتال في المحافظة على أمله. تير شتيغن يتقدم لتسديد الركلة الترجيحية، يبدو أنه بثقة عالية. كرة ملعوبة في الجانب الأيسر من المرمى. تسديدة في منتهى الروعة، في منتهى القوة، بدا لي أنه مستحيل التصدي لها. بايرن ميونخ عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. تهدي الفوز للفريق. نجح في حسم اللقاء لصالحه في النهاية بركلات الترجيح بعد أن انتهت المباراة على نتيجة التعادل. كانت مباراة صعبة جداً.